اهلا وسهلا بيكم. كلمة سر دوميون 12، معكم اسلام سالم، قناة كل اكاديمي. برنامجنا اللي احنا وقفنا فيه المرة اللي فاتت بعد ما شرحنا الخامات، طيب في عندنا هنا احنا شرحنا اول خامة اللي هو Content Library والماتيريال اللي هي تاني خامة، وعندنا في لاندسكيب والوذر. ايه هو اللاندسكيب؟ اللاندسكيب هو المساحة الخارجية دي كلها انا بتحكم فيها من هنا. طيب ازاي نخرج بقى كده المساحة الخارجية؟ انا مثلا عندي في عندي زرار الكبير ده، لو انا جيت هنا هلاقيه حاطط لي شكل العشب، انما لو شغلت الزرار ده هيحط لي العشب حقيقي وبيتحرك مع الهواء. هنا بيقول لي اتحكم بقى في العشب، الطول بتاعه وهكذا، كل المواصفات بتاعت العشب، السايز. عموما هو ده. ممكن اضيف كمان معاه حاجات تانية، يعني ادي 1 2، ندوس هنا على الإضافة ونختار واحدة تانية، ندوس هنا على الإضافة نختار شيء تاني هنا برضو، ندوس هنا على الإضافة ونختار شيء تالت، ندوس على الإضافة ونختار نحط طوب كويس مع العشب. يعني معناه ان انا العشب ده خليته غني. توزيعهم قد ايه؟ توزيعهم ازاي؟ ايه السايز بتاعهم؟ ولو في راندوم سايز ابدا اوزع الحاجات الموجوده دي. فده العشب اذا كنت اشغله واحط عليه الحاجات دي او اوقفه. طيب في هنا عندي ايه؟ هنا عندي اعداد الارض نفسها. هنا ممكن اعمل ارتفاعات اللي هي زي دي، ادي الفرشه بتاعتي زي الفوتوشوب بالظبط، وادي قوه الفرشه وادي حجمها. ارتفاعات انا عايز ارفع الجزء ده اعمله جبل تاني، زود 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 خلاص، واقفل الجزء ده خالص كده مثلا. او عندي هنا انخفاضات، ممكن اخفض جزء من هنا واعمله بحيرة مثلا. فلاتن اساوي، يعني ادوس هنا وابدأ اسحب كده شوية بشوية 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 عشان يساوي لي الجزء، يعمل لي مثلا مخرج للسيارات من هنا. هنا بيخلي لي الجزء ده متعرج، يعني لو دوست هنا ودوست كده ده بيزود لي التعرج بتاعه، وهنا بينعمه لي شوية. تمام. هنا ووتر، لو انا عايز اضيف مية مثلا للمكان اللي انا انشأته ده، انزل دي شوية كده، فانا كده عملت الجزء ده بحيرة. عندي هنا برضو في الموديل عندي ده، نحرك بس الجامعة كده شوية. نمسك من الحرف كده ونسحب، تمام، نمسك كده مع الشيفت عشان يبقى بالراحة عشان ما ينطش لتحت خالص ولا ينط فوق خالص. فأنا هنا أضفت المية في المساحة دي.
اوكي. الميه غير هنا الاوشن، الاوشن هنا يعني بحول المنطقه دي كلها لمحيط. لو دوس على زرار الاوشن حول المنطقه كلها لمحيط. طيب اعمل ايه انا بقى هنا؟ ابدا اتحكم في الامواج في كل شيء. اشوف الارتفاع ينط ليه عشان انا مش ماسك الشيفت. لو مسكت شيفت شايفين كنترول ازاي فيه، والبرايتنس وكل حاجه، الكالر بريست مقدمه الكالر ده هيبقى شكله عامل ازاي. ده موضوع المحيط. هنا البنت، يعني ايه بنت؟ يعني انا عندي مثلا كده دي مثلا كويسه المنطقه دي مدق للسيارات، فانا هروح نختار اللون ده اللي هو حصى مثلا، وابدا ارسم المخرج. اكون عايز اعمل مكان ريفي مثلا، وابدا ارسم هنا بالحاجه اللي انا اختارها. تمام. ممكن اختار له البيئة كلها، يعني البيئة دي شكلها ايه، اغير البيئة كلها اللي انا واقف فيها. تمام، عرفنا كده. ده عشان تجيب حاجة من الستريت ماب في اونلاين، وده تشغل الجريس اللي احنا قلنا عليه اللي هو بتنزل كده وتقول له شغل لي العشب. فاحنا كده فهمنا الجزء. طيب ايه الويزرينج او الوير الويزر ده يعني؟ يعني انا ممكن اختار له، شايفين اتجاه الظل والشمس منين، انا ممكن هنا اغير له اتجاه الشمس. ممكن هنا اعلي الشمس في السماء وانزله اخليه ليل مثلا، قوة اضاءة الشمس، الويند سبيد سرعة السحاب، اذا كان السحاب قليل في السماء او اكتر، والويند دايركشن اتجاه الرياح. و هنا بقى شيء جميل جدا، ريل سكاي. ايه هو الريل سكاي ده يعني؟ يعني حولك السماء دي لسماء حقيقيه. ممكن تشتغل من هنا، لو انا دوست هنا الاقي شكل السماء اتغير تماما، حوله دول ريل سكاي وابدا اتحكم فيها من هنا. طب هو ما عندوش غير دي؟ لا عنده، ممكن ادوس هنا يبدا يجيب لي عندك تختار كل اللي انت عايزه منها. ادي هنا عندك كلاودي سحاب، ايفنينج مورنينج صباحي كده مثلا، تبدا برضو تحور وتغير فيها زي ما انت عايز كده. لما تغير شايفين الايفكت بتاعها، الريفليكشن والاضاءه وكل شيء معاها. اوفركاست سان سيت غروب الشمس، كلير جو صافي، اور نايت اذا كان مثلا كده او كده. ده الجو ده مش هيظهر الا في صحراء مع انعدام اضاءة المدينة خالص، العادي بيبقى هو ده. ده برضو بيبقى جميل جدا لو جينا ناخد فوتو، وده اللي هنشوفه في الحلقة الجاية. نت في الريل سكاي ونرجع. ادي المود بتاعنا كله في البيلد مود ده. أرجو كده إن احنا ما نكونش طولنا في الحلقة دي، ونكون فهمنا فيها جزء كويس ومهم جدا من اللوميوم. وأشوفكم على خير الحلقة الجاية. مع السلامة.